مع مراسلتنا نادين ساندرز ونرقب أيضا الوضع هناك. المدينة شهدت أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة. نادين، كيف يبدو الوضع الآن في نيويورك، وأيضا كيف ترقب سلطات الولاية هذه المعركة الانتخابية؟ محمد، الوضع الآن في نيويورك هادئ عموما. أعمال الشغب البارحة كانت قليلة عموما ضمن الاحتجاجات السلمية في الغالب، وأعمال الشغب التي كانت هي محدودة، هي كانت محاولة لكسر سلمية هذه الأعمال، وتم إلقاء القبض على هؤلاء الذين حاولوا انتهاك هذه السلمية. الآن الوضع هادئ إلى حد كبير جدا. نتوقع أنه قد تكون هناك ربما مظاهرات مجددا في ساعات المساء. حتى الآن لا يوجد أي شيء يثير القلق في نيويورك. عموما المظاهرات التي خرجت كانت تطالب فقط بعد كل صوت وعدم تجاهله، وذلك إثر مطالبة الرئيس ترامب وحملته الانتخابية بوقف عدد الأصوات في ميشيغان وبنسلفانيا. حتى الآن تسير الأمور بسلاسة شديدة. الشرطة منتشرة والقوات الأمن والقوات الفيدرالية أيضا تنتبه تماما لما يجري في المدينة. عموما المحلات مغلقة بالخشب الكامل وكذلك نوافذها لمنع إمكانية كسر أو استغلال أي أعمال شغب ممكن أن تشعل المدينة. ما حصل البارحة كان محاولة إضرام النار في بعض الأماكن، وبعض الناس كانوا يحملون الأسلحة فتم اعتقالهم. وقالت الشرطة أنه لا يمكن أن نتهاون في موضوع حمل السلاح أثناء التظاهرات، وأي سلاح قد نجده سنعتقل. نهدئ الأوضاع، وهذا كل ما كان حتى الآن. إليك محمد. أشكركم جزيلا من واشنطن مراسلنا محمد جمعة من أمام البيت الأبيض. أيضا أشكر موفدنا حسن الزيتوني، وأشكر مراسلتنا من نيويورك نادين ساندرز. شكرا لكم على كل هذه المعلومات.